هذا العمل غير جائز على الصحيح، لأنه الفقير يجب، لأن صاحب الزكاة يجب أن يعطي زكاته للفقير المدين الغارم، لا يعطيه للدائن، لأنه الآن يعطي في الزكاة للدائن الغني، وهذا غير جائز. إذا أتته زكاة هو قد أسلف أناسا مالا، فعليها أن يعطيها الزكاة، يعطيها للفقير يسلمها له، كان هو ردها له في دينه ماشي الأمور، وكان عند بها حاجة، فلا يحق له أن يأخذها رأسا هكذا دون استئذان ويأخذها من الغني، لأنه هو غني لا يحل له أن يأخذ الزكاة، ولأنه دائن وليس مدين. الزكاة تعطى للمدين لا تعطى للدائن، فلا ينبغي أن يعمل هذا العمل. والذي فعله في الماضي عليه أن يتوب ويستغفر الله ولا يعود إلى مثل هذا العمل.